طيب هنروح للخبر اللي بعد كده وهو عن ابطالنا. يعني الحقيقه احنا مصر مليئه بالابطال. انا دايما بحب اجيب نماذج مكافحه، نماذج بتبقى يعني ما عطلتهاش الظروف الصعبه عشان تكافح في الحياه من رياضيين ويوصلوا لاهدافهم بشتى الطرق. معانا لاعب كمال اجسام بيلعب مش محترفين بقى، بيلعب هواه، وبيلعب يعني مستر اولمبيا هواه، وبيلعب ايضا ارنو كلاسيك، احد اعظم البطولات اللي لعبها بيج رامي، بس بيج رامي بيلعبها في الوزن المفتوح محترفين. طيب هذا اللاعب هو حامل ميداليه الذهبيه في البحر الابيض المتوسط 2011، وخد بطولات مع المنتخب. الهواه بيمثلوا منتخب مصر، المحترفين لا، لان المحترفين لهم نظام تغذيه مختلف ما ينفعش يمثلوا منتخب مصر، انما الهواه بيمثلوا منتخب مصر. معانا احد النماذج دي الحقيقه، وما عطلتوش ظروفه وهو كافح جدا في بدايه حياته، وبدا ببطوله البحر الابيض المتوسط 2011، وبعد كده سافر للولايات المتحده الامريكيه بيشتغل وبيتمرن وبيجتهد، وكان لسه راجع من مستر اولمبيا خد فيها مركز رابع بعد ما كان عنده قطع في عضله الباي. عندنا نماذج مشرفه كتير. مين ده بقى اللي بتكلم عنه؟ احمد عثمان الزيات، لاعب اللاعب المصري او لاعب كمال الاجسام المصري، واللي معانا عبر السكايب من ولايه نيويورك بالولايات المتحده الامريكيه. اهلا بيك يا احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا يعني بقول لك كل سنه وانت طيب، والف مبروك على المركز الرابع في يعني مستر اولمبيا اللي فاتت. طمنا عليك، كلمنا عن اخر بطوله والصعوبات اللي مريت بيها بقطع في عضله الباي، كلمنا عن الظروف دي وازاي اتغلبت عليها وقدرت تلعب مستر اولمبيا اللي فاتت. والله الحمد لله رب العالمين. انا عملت قبل كده اول ارنولد كلاسيك مرتين، 2015 و2017، و2018 عملت مركز تاني برضه في ارنولد كلاسيك. كنت قررت بعدها ان انا اخد فتره راحه شويه، بس الراحه طولت شويه، بس الحمد لله رب العالمين. من حوالي 6 شهور حصل لي اصابه في قطع في البايسبس، وساعتها كنت بجهز قبلها بحوالي 6 شهور، وقررت ان انا يعني أست... آه كنت قررت ان انا اوريدي ابدا ان انا اجهز، بس القطع بتاع البايسبس دي والعمليه كانت عمليه صعبه برضو شويه، كانت محتاجه راحه، لكن الحمد لله قدرت اتغلب على الظروف دي، وشاركت حتى في ارم كلاسيك الاسبوع اللي فات واحرزت المركز الثالث الحمد لله رب العالمين. وده كان بمثابة خطوة ان انا ارجع تاني ان شاء الله للبطولات باذن الله. يعني كابتن، يمكن انت يعني رحلتك فيها كفاح شوية، انت سافرت امريكا وبدأت تشتغل وتصرف على نفسك وتقول ايه؟ تقول ايه للشاب المصري اللي طالع عنده امال وطموحات وبيحب اللعبة دي وشايف ان احنا او شايف انه ممكن يبقى حاجة كويسة، شايف اكيد بيقابله صعوبات، تحب تقول للجيل اللي طالع ايه؟ الجيل اللي عايز يكون زيك ايه يا كابتن احمد؟ هو اي حد اي لكن يعني انك تعتمد على ان حد يساعدك او انك ان حد هو اللي هيفرش لك الطريق بالورود، يعني ده مستحيل، ده ما بيحصلش غير في الاحلام بس. لكن انت لو محتاج حاجه ومحتاج تحقق حاجه لازم تبذل كل جهد واي حاجه قدامك وتعمل مجهود اكتر من اي حد تاني بيعمل، يعني تحاول تعمل اقصى ما تقدر انك تعمله. يعني انا هنا مثلا بشتغل شغل عادي ملوش اي علاقه بالرياضه، بشتغل كمدرب برضه، لكن في نفس الوقت ده ما بيوقفنيش ان انا استمر كلاعب، يعني مش مجرد ان انا حد بيمارس بس الرياضه، ده واحد بيمارسها من اجل البطولات وان هو يمثل بلده وكده. فالموضوع بيبقى موضوع صعب مش سهل، بس الحمد لله رب العالمين ربنا بيقدرني يعني ان انا ابذل مجهود واستمر في ان انا اواصل في الرياضه بتاعتي والحاجه اللي انا بحبها الحمد لله رب العالمين. كابتن احمد، انت الاثنين ساندو اللي وراك دول بتوع اللقبين 2015 2017 صح؟ دي بتاعت المركز الثالث لسه من الاسبوع اللي فات في الارنولد كلاسيك، وده كان 2018 المركز الثاني برضه في ارنولد كلاسيك، ودي واللي هناك ده المركز الاول في 2017.
ما شاء الله، يعني قصة نجاح. وطيب ايه اللي عندك اللي جاي يا كابتن احمد؟ يعني هتشارك في ايه؟ ايه اللي جاي عندك وبتستعد له؟ وخطتك الفترة اللي جاية ايه يا كابتن احمد؟ أنا بإذن الله في بطولة في شهر 7 اللي هي ناشونال هنا، بيبقى فيها كروت احتراف إن شاء الله هلعبها، وإن شاء الله بإذن الله بعديها مستر أولمبيا اللي جاية بإذن الله، هحاول إن أنا بجهز لها من دلوقتي إن شاء الله بإذن الله، وهلعبها بإذن الله برضه طيب شايف إن من شاء هنا الله. لشهر 7 فترة كافية يا كابتن أحمد الاستعداد للبطولة، ولا محتاج وقت زيادة؟ يعني 5 شهور، يعني خاصة إن أنت ما لحقتش حتى تستعد لأرنولد. يعني أنت ما شاء الله واخد تالت، وأنت يعني نازل راجع من إصابة، أو فرق من بداية التمرين شهر ونص، شايف 5 شهور دي فترة كافية؟ هو في كمال الأجسام عموما مش أقل من 6 شهور، بس هو الحمد لله رب العالمين، يعني كون إن أنا أقف على مسرح زي أرنولد كلاسيك وبطولة قوية زي دي، وأرتب في الـ3 الأوائل وأنا بإصابة، فمجرد إن الوقت، يعني إن أنا يعني بحاول إن أنا أزود مجهود على مجهود، يعني مش هبتدي من الصفر، يعني لو واحد ببتدي من الصفر الوقت ده طبعا مش كفاية، لكن أنا دلوقتي عامل مستوى أوريدي الحمد لله، محتاج بس ان انا ازود عليه، ان انا احاول امسك على الدايت برضه، واتمرن بنفس القوه اللي انا بتمرن بيها، ومجرد 2 أو 3 شهور مش هيبقى الموضوع صعب، يعني هيبقى باذن الله سهل باذن الله. طيب يعني عايز يعني اسالك، انت طبعا اكيد يعني بتقابلك مشاكل، يعني بتحس ان انت يعني حاجات بتعطلك وانت بتدوس عليها. طب لو منتخب مصر في الفتره دي وانت في المشاكل وفي الهيصه وفي الاستعداد، ده طلبك منتخب مصر، طلبوك تيجي تلعب معاهم بطوله مثلا بحد متوسط ايا كان البطوله دي، هترحب؟ تحت امر منتخب مصر في اي وقت كان، لو انا في اخر الدنيا، حتى لو انا في كوكب تاني، هاجي والعب لمنتخب مصر، لان يعني ده يعني ده اول بطوله لعبتها لمنتخب مصر، كانت في 2011 بطوله البحر المتوسط، وكانت من اجمل البطولات، هي مش اقوى البطولات اللي كسبتها الحمد لله رب العالمين، بس من اجمل البطولات، لانها كنا انك تشارك مع منتخب مصر وانك تسمع السلام الوطني، حتى لما بعد ما تكسب وكل الناس تقوم تقف لمجرد ان انت عشان انت كسبت السلام الوطني لبلدك، ده احساس غير عادي، يعني ده في حد ذاته بيبقى موضوع عاطفي جدا وحاجه جميله، يعني تحس انك عملت حاجه لبلدك. يعني ده مش غريب عليك ان انت تقول كده يا كابتن احمد؟ يعني انت مثلت منتخب مصر، ولما اقول لك ان يعني منتخب مصر يعني بيناديك هتقول طبعا مش هتاخر. انا مش عارف اقول لك ايه بجد، ده شعور طيب، وده مش الغريب على كل المصريين الحقيقه، وهو ان كل مصري نفسه يشوف علم مصر رقم واحد. طبعا لاعبنا لاعب كمال الاجسام المصري، واللي عايش في الولايات المتحده وحامل الميداليه الذهبيه في 2011 بحر المتوسط، ويعني مستر اولمبيا 2015 و17 من نيويورك، بشكرك شكرا جزيلا.